المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أرى تسلل قوي واندفاع مبكر مع مقدمة هذا الشوط القوي من ياسر عبد الله بن محمد المحرمي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. والشاهنية سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري من تحتل الآن المركز الثاني. بن درويش حاضر بقوة، والشاهنية خالد بن حسين بن مانع العجمي يشاركنا مع المركز الآن الثالث. وفي المركز الرابع يا لها من أسماء قادمة، يا لها من شعارات قوية. الآن بدأت تضم غازي خالد بن حمد بن راشد النعيمي وأيضا بن صغان سلطان بن سالم الكتبي مع انضمام مبكر إلى الأسماء المنطلقة. هذه هي الخمسة الأسماء. سادسا الحذر سالم بن محمد بن ناصر الأخن الذي وصل مع المركز الآن السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع أيها الأخوة، الشاهنية شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي من ينضم إلى المراكز المتقدمة وخطيرة. سلطان بن حارب بن سلطان بن واس، يا مرحبا بن واس مع هذا التقدم القوي. واليافل عبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي حاضرا، والتدخل من الوثبة من ضمن الأسماء الملاحقة والتي تبحث عن الأسماء الأولى وعن مركز متقدم الدان محمد بن حمد المري من ينضم إلى المراكز العشر الأولى. هذهن العشر. وأيضا أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة. غازية وهي غازية هذا الغزو وهذا أيضا التكثيف وقيادة هذا الشوط، وبهذه الخطى الثابتة تقود لها من الأسماء الكبيرة والكثيرة في هذا الشوط، متحدية جميع المشاركات بهذه القوة وبهذه اللحظات الجميلة والسعيدة. خالد بن حمد بن راشد النعيمي مع المركز الآن الأول والمركز الثاني، يا له من اسم قادم مع الشاهنية. خالد بن حسين بن مانع العجمي أيضا مع المركز الآن الثاني. وفي المركز الثالث الوصول من الشاهنية سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري بن درويش من وصل مع المركز الآن الثالث. وفي المركز الرابع الوصول بن صغان سلطان بن سالم بن عقيل الكتبي من ينضم الآن إلى المركز الرابع. وخامس الأسماء، خامس الأسماء، يا سلام يا سلام، تقدم تغيير سريع من خطيره سلطان بن حارب بن سلطان بن واس الكتبي من بدأ ينضم إلى المراكز الخمسة الأولى. والمركز السادس، المركز السادس الشاهنية شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي أمال أهالي السلطنة بحضور هنا الشاهنية وبحضور أحد الأسماء الملاحقة والباحثة عن التحدي كاليافل عبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي وغيرها من المشاركات القوية. هذه هي الأسماء. الله 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 الله، وصول أيضا من مياسل عبد الله بن محمد المحرمي وانضمام من الجهة الأخرى الحذرة سالم بن محمد اللخن الذي يصل في هذه اللحظات مع المركز الآن التاسع والعاشر وينضم إلى هذه الجوهرة وإلى هذه النخبة القوية. وتسلل أيضا ملحوظ من ضمن الأسماء زعفرانة لجبر بن شمسان الرمزاني النعيمي مع المركز العاشر. هذه هي الأسماء. وأعود إلى المقدمة هي الكبالي هنالك مع المقدمة. قدمني قدمني قدمني، خلني أمتع ناظري بهذه المنطلقة، بهذه القائدة، بهذه المسيطرة مع النعيمي. غازي وهي بالفعل اسم على مسمى حتى هذه اللحظات، بهذا الغزو، بهذه القوة، بهذه الانطلاقات على رأس حربة هذا الشوط، وتقود لها من طوابير التحديات، من طوابير المنتصرات في هذه الفترة الصباحية سن أبناء القبائل مع الثنايا المنطلقات. الله 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 الله، هذه هي غازية خالد بن حمد بن راشد النعيمي. وأيضا خطيرة، وصلت خطيرة، كلما ذعت اسم هي تتقدم رقم أو رقمين. الآن خطيرة على المركز الثاني سلطان
بنحارب بسلطان بن واس الكتبي على المركز الثاني والمركز الثالث الشاهينية إشهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، وفي المركز الرابع الوصول من الشاهينية الأخرى سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري من ينضم إلى المركز الرابع، وفي المركز الخامس الشاهينية الأخرى خالد بن حسين بن مانع العجمي ضيفة عزيزة تشاركنا، فأهلا وسهلا بجميع الضيوف. هنالك بن صغان سلطان بن سالم الاكتبي من ينضم إلى المركز السابع، وفي المركز الثامن وانضمام أيضا من أبناء السلطنة اليافل عبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي، وتدخل أيضا من ضمن الأسماء. أعود مع المركز الأول، أعود مع الصدارة، أعود مع المركز الآن القادم والقوة الحاضرة مع التحديات ومع الإثارة ومع المنطلقات. الله 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 الله، سيطرة واضحة، سيطرة واضحة وانطلاق مبكر بدون أي أوامر، يعني العصا قوس ومحنطة ومدخل وملفوفة 10 لفات لكي لا تحترق على هذا الغزو وعلى هذه الغازية بدون أي أوامر مع خالد بن حمد بن راشد النعيمي. ولكن الخطر القادم خطيرة خطيرة مع المركز الثاني، وتعود ملكيات خطيرة لسلطان بن حارب بن سلطان بن واس الكتبي، والمركز الثالث الشاهينية شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي مع المركز الآن الثالث، وفي المركز الرابع القدوم من اليافل عبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي مع المركز الآن الرابع، وفي المركز الخامس القدوم من شعار بن درويش من وصل مع الشاهينية سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري من يصل مع القوة مع التحديات. أفعال وأول إذاعة، أوه الأمتار الأخيرة لابد نرى أفعال وغيرها، هذه أفعال وصلت عيسى بن أحمد بن مطر الخيالي، وأفعال والأمتار الأخيرة لابد لابد مع التقدم، لابد مع القوة، لابد أن نرى أخطار، ولكن خطيرة خطيرة هو اليافل، خطيرة هو اليافل وأيضا الشاهينية. أين الناموس يذهب؟ أين التحدي والإثارة؟ يا سلام اليافل، اليافل مع المركز الأول، وأيضا الجهة الأخرى هنالك الشاهينية شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، وخطيرة يا أهالي السلطنة، سيطرة سيطرة واضحة مع المراكز المتقدمة أولا وثانيا، اليافل والشاهينية، اليافل والشاهينية، اليافل عبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي، الشاهينية شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي. يبدو أن أهالي الأبيض، يبدو أن أهالي الأبيض أن لم يكن لخطيرة سلطان بن حارب بن سلطان، والقدوم القدوم من أفعال 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 عيسى بن أحمد بن مطر الخيالي مع المركز الرابع، ولكن الميتين المتر النهائية، الميتين المتر النهائية، روح روح يا مالك الشاهينية واليافل والشاهينية، وخطيرة وأفعال. أين الناموس يذهب؟ أين الناموس يذهب؟ الشاهينية أفعال، اليافل، الله اليافل اليافل اليافل، تجددت أمال الهاشمي مع الناموس ومع السلام. سلام يا السلطنة، سلام يا الهاشمي، سلام يا اليافل. عبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي المركز الثاني، الشاهنية شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، ثالثا خطيرة سلطان بن واصل اكتبي، رابعا الافعال عيسى بن احمد بن مطر الخيلي، خامسا خامسا الوصول من زعفرانة جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي. التوقيت الزمني في التحدي، التوقيت الزمني والإثارة، التوقيت الزمني والفوز، التوقيت الزمني والانتصار. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، رأينا الناموس ورأينا اليافل والشاهينية، ولكن اليافل 9:25 من الثواني، تهانينا والناموس على هذا الفوز، وسلام يا السلطنة، سلام عبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي. والمركز الثاني قدمت عروض رائعة 9:25 أيضا الشاهينية شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، وفي المركز الثالث كان قدوم وكان تحية لمالك خطيرة، وتوقيته 9:27 وفاء وتماما وكمالا مع المركز الثالث. التهنية الكبرى لسلطان بن حارب بن سلطان بن واس الكتبي، تهنينا والناموس أيها الأخوة لكل الفائزين. هكذا مشاهدينا الكرام ينطلق شوط الختام وختام أشواطنا في الفترة الصباحية ضمن منافسات مهرجان المرموم التراثي 2015 هنا على أرضية هذا الميدان، حيث مشاهدينا